بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح نعمل خلطة لإزالة السواد حول العينين. هذه الخلطة عبارة عن بعض أوراق النعناع الأخضر، يكون مغسول ومنظف جيدا. لازم يكون نعناع أخضر طازج مغسول ومنظف جيدا، وماء الورد. نحتاج إلى ماء الورد، الكمية غير محددة. ماء الورد هنا في هذه الوصفة يعزز الدورة الدموية بمحيط العينين ويعمل على ترطيب الجلد بعمق. أما النعناع الأخضر الطازج فهو يحتوي على مضادات الأكسدة، حيث ينعش البشرة ويبيضها، ويعمل كذلك على تحفيز الدورة الدموية الدقيقة، مما يسهل تغذية الخلايا وإزالة الاحتقان حول العينين، وكذلك الانتفاخ وتفتيح الهالات. أولا، انقعي أوراق النعناع في كمية من ماء الورد، حيث يغمر ماء الورد أوراق النعناع جيدا. ضعيها ليلة كاملة في الثلاجة حتى نتحصل على سائل مائل للون الأصفر. خذي قطنتين بهذا الشكل، اغمريهم في السائل وضعيهم في الثلاجة ليبردوا. يجب أن يكون السائل بارد جدا. ثم حطيهم على عيونك واسترخي لمدة نصف ساعة. كرري العملية يوميا حتى تتخلصي نهائيا من مشكل الهالات السوداء وانتفاخ العيون في دائرة العيون ككل، ليس فقط الهالات من تحت، يزيل السواد من العيون ككل. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم فيديوهات فور نزولها على القناة. دمتم في رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.